السلام عليكم. فورتنايت ضاف التحديث الجديد اليوم يا جماعة. راح ثواني نسيان شيء. هيك احسن صراحة، ما بعرف اتكلم بدونها. المهم اليوم يا جماعة راح نلعب بالاسلحة القديمة، الهانتج رايفل، البيستول القديم، والهاي القنبلة اللي بترميها وبرمي قنابل هيك بسوي انفجار. شو بسوي؟ منصوري الوحش قرب انه يطلع وصار بامكاننا نروح لعنده. فاول شيء في عندي حركة سرية بهذا التحديث واللي هو طيران، راح نقدر انه نطير بالسيارة، بالدبابة، بالطيار. لا الهليكوبتر بتطير بدون وباص فورتنايت يا جماعة. فلا تنسى الاشتراك، الاشتراك مو هيك، لا تنسى اللايك وكمان الاشتراك. اوكي تمام، رامي صورتي اشترك، كثير من العالم بيتابعوني غير مشتركين. فورتنايت شوب، الله يسعدكم يا رب، وشكرا لكل واحد عم يستخدمه. هاتش ماكس يا اساطير استخدموه. الشست المرة الماضية دفعنا له طلع لنا اللي بدنا اياه. امسك هاي 60 موارد، اعطيني لو سمحت هانت جرايفل. والله ما اعطاني بس سامع صوت انا يا عالم. شوف وينه، شوف لا حول ولا قوة الا بالله. هانت جرايفل، اوكي لقيتها والله لقيتها. هانت جرايفل رجعت. شوفوا هاي الهانت جرايفل، الحمد لله. لكن للاسف فورتنايت وقت بتكون معفنه بتعفن، يعني مرجعينها اسبوع بس. وصلت يا جماعه الى مكان منصوري الوحش، رح يرجع ببشركم، رح يرجع. شوفوا نايم تحت الارض، هدول اولاده ممكن اسمع صوته. منصوري حتى فيه يطير، يا سلام. لك اول ما جيت عرفني. شفتوا شو قال؟ لا مو شفتوا شو قال، ما حدا بشوف بسمع سمعتوا شو قال؟ قال اشترك بالقناه، انزل اشترك. منصوري حطينا اشتراك، طيرني. ايه حطوا اشتراك، حطيته صح؟ لك يا حمار حطينا. طيرني والله، يخرب بيت منصور. شوف الباص وين، تخيل نجي على واحد. شوف المسافه اللي رحت لها يا اسطورتي. ايه روح خلينا نروح الى المدينة. والله صعب التحكم، التحكم صعب بالباص. التحكم صعب والله. طيب خلينا نطير باستخدام السيارة لنشوف السيارة وين بتوصل. خلينا نشوف. والله منصوري روح يا اسطورتي، شوف المسافة، السيارة اكثر. والله طارت، طاير، انا طاير. طب انا لو نزلت بموت صح؟ لو بدلت مكاني ورا فيني اجيب تريك شوت. تخيل تجيب واحد. خلينا نروح باقي ندور على القنبلة القديمة اللي كانت تزت صواريخ. شوف الهاند جرايفل دمج تقريبا 76. الهاند جرايفل بدمج 76، مضاعفينها كثير. اشوف في عالم هون، والله ايمي رهيب، خرب بيت ايمي. طبعا راح تشوفوا ملك الهاند جرايفل. ليش اعطيته؟ والله البيستول هاد بيدمج. السلام عليكم يا سبيدوري، السلام عليكم يا فنان. خليه يا جماعه تحدي الفوز باستخدام الهاند جرايفل فقط مع هدول، شايفين؟ هدول يعني الاسلحه اللي رجعت فقط، ما راح استخدم الشوت جن. هي الاول ما مات، ضربتين بالسلاحين وما متت، يخرب بيته. طيب اوكي بنعطيك محاوله ثانيه. اوكي لسه واحد ضدي، هاند جرايفل عدل يا بطل، وجيب الهاند جرايفل. اها مين دمج مين؟ انا دمجته ولا لا؟ كيف دمجني ومسكر على نفسي؟ مات هاد، ليش مات؟ انا مات بالغلط يا جماعه، مات بالغلط. جبت الدبابه عند الوحش. راح نجرب انه نطير الدبابه باستخدام يعني الوحش. طول بالك لسه ما جينا، يخرب بيتك فورا طيرني. القم قصيفه من هون واطلع. ايش يا اخي المنظر رهيب. اسمع انت بقيت تموت، بس انت بقيت تموت. يخرب بيته فورا بيطيرك. اقصف تلتن اضرب تلتن. يا ربي وين العالم؟ وين العالم؟ شوف المنظر، اقدر تكشف كل شيء، اشوف كل شيء في الماب. هالمره راح اجرب اني اطير واستخدم السرعه بنفس الوقت لنشوف هل ممكن نمشي. دبابه عم تمشي ولا لساتها مكانها؟ استخدمت كل البنزين. دبابه عم تمشي؟ ما عم تمشي. دبابه وزنها تقيل فما مشيت. طيب يا جماعه لو جبنا القارب بتشوفوا انه بيعطي سرعه وبيقدر انه يمشي. خلينا نطير القارب. يا اخي شو بدي اسوي افكار؟ يلا طيرني، روح يخرب بيتك. وين انا؟ ما حد شفت حالي، انا وين؟ انا طرت كثير. روح سبيدوري. حلو القارب. واو شوف والله عالي كثير، شفتوا المسافة؟ عالية كثير، أعلى شيء القارب. ما شاء الله شوف المسافة. أعطيها نيترو. شوف المسافة بس. طب نيترو المشكلة ما فيك تمشي. ما عم أقدر إني أمشي يا جماعة، ما في مشي.
محبوب. والله حلو. لا 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 حلو حلو والله حلو. دخلت جيم جديد يا جماعة رح نجرب فيه الهانت جرايفل بالإضافة للأسلحة الثانية، لكن للأسف الهانت جرايفل 170 هيد شوت، ضربة عادية 76. يعني ما بدي أسب هلأ على فورتنايت، إيه ما بدي أسب. يلا خلينا نلعب سبايدوري وقت يلعب بالهاند جرايفل. الله متعة. أنا ليش بستمتع بالأسلحة القديمة. هلأ رح ننزل هون أول شيء. بعد عني اخرب بيتك. تعال تعال يلا شو بدك. ايه والله مين إذا بتكون أخي ما بتايم معك. المرة الماضية شفتوا شو صار. لا روح روح أنا ابن الحلال. شوف لا تضرب لا تضرب أنا معك. اخرب بيتك هدار. عم تضحك علي؟ أنا بكون حمار تاني مرة إذا بتايم مع واحد بالعالم كله. هاي ويلكم. اه بس هذا معه هانت جرايفل شايفينه وين؟ هذا معه هانت جرايفل. تعال 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 اعطيني اياها. تعال تعال بدي الهانت جرايفل. لا تهرب. تعال وينها وينها يا ويلكم يا ويلكم بالهانت جرايفل. واحد تحت عامل حاله عم يمشي شوي شوي. راح اعطيه هيد شوت بالهانت جرايفل بعمره ما شافها. شوف شوف وينه. يا ربي البوتات يا ربي يا ربي البوتات. بدي اطلق بالهاند جرايفل. لازم اشيلك بالهاند جرايفل. ايه عادي. ايه يلا ايوه يلا موت موت. يلا يلا عملني معرق. حول ولا قوة الا بالله. هاي هاند جرايفل ثانية. رح نلعب دبل هاند جرايفل. اي يا جماعة صار معي 3 هاند جرايفل. حلو حلو. لقيت واحد. لا 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 ما رح تمشي على خير. لازم اصيبك واحدة. اوكي لازم واحدة يعني من بين الثلاثة واحدة عشان اني اقتله. في عنا هذا البيستول. خلينا ناخده. هذا البيستول اللي هو خاص بالتريك شوت. القم مالك هاند جرايفل. يا سلام عليك يا سبايدوري. طبعا قنبلة ما لقيت قنبلة. قنبلة مدري وينها مخفية يخرب بيتهم نادرة. تعال تعال. هاي القنبلة. واو هاي القنبلة يا جماعة. قنبلة الصواريخ لو اني كل ما اطلب شيء بلاقيه. كل ما قلكم وين بيطلع. اعطيته هيد شوت بس ما مات. انا شو اسوي بحالي؟ هيد شوت. من وين عم بتجيبوها؟ طب اعطوني اياها. مرة ثانية مرة ثانية صواريخ. يا سلام على القنبلة يا اخي. انا معه 50 وحدة منها. اخذ كل شيء بالماب. بس موت من ساعة. معي موارد. الله يرحمك يا سبايدوري. الله يرحمك يا سبايدوري. لازم هيد شوت. ضربة 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 ضربة. القم ضربة بس. اعطيني مجال اني بس اضرب ضربة. يخرب بيت حظه. بس خشف. القم 76. ايه وحدة ثانية. الله عليك يا سبايدوري يا فنان. خلنا نروح نلوتهم بسرعة بسرعة بسرعة. لا لا انتحر سبايدوري. لا القم انت وياه. القم. الله لا يوفقه هذا معرق. شوفوا اخر لاعب لازم نجيبه تريك شوت. المشكلة ما معي شيء يساعد على التريك شوت. ما معي غير هذا الشيء. يا اخي طب موت خلص يعني مين هيد شوت عم اعطيك ما عم تموت. شفتوا شفتوا البناء والحركات. أنا أشوفها بطولات أرينا أي شيء أو عندي. بس طلعت. تعال 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 بس تحاول. بس وأخيرا طلعت. القم هيد شوت. يا صوت يا سبايدوري. كنت أسوي عليك تريك شوت بس ما زبطت. يا ربي المهم انه فزت. القم فان. والله فان هالتحديث حلو فيه الهاند جرايفل. حلوه حلوه عجبتني. اتاكد اذا ما كنت مشترك بالقناه لاني عم بشوف كثير عالم بالتعليقات بتقلي انا بتابعك من زمان بس غير مشترك. ما شاء الله ما شاء الله عليك. انزل اشترك يا اسطورتي. شو عم تستنى؟ فبس كان معكم ثائر من قناه سبارر جيمر. بيس اوت.